ولتسليط الضوء أكثر على مذكرة الاعتقال التي أصدرها القضاء في العراق بحق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وما تكشفه من طريقة تسيير مرفق العدالة في العراق، ينضم إلينا كامل الحساني رئيس المركز الوطني للبحوث والدراسات عبر سكايب من واشنطن. أهلا بك سيد كامل، بداية كيف تابعت إصدار القضاء في العراق مذكرة اعتقال بحق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب؟ يعني من ناحية الرأي العام الأمريكي يعني واجه هذا القرار بالسخرية والحزن، سخرية من قرار يعني غير منتج، والحزن على قضاء هم صرفوا عليه وضحوا بالمال والبشر حتى يكونون قضاء مهني يطبق الدستور والقانون، ولكنه ما زال يصدر قرارات هم في الإعلام سموها نوع من الهراء يعني مؤسف. هذا هو الرأي الأمريكي فيما يتعلق بالكون العراقي. أعتقد أنه هذه ليست مسخرة، وإنما إصدار القرار هو جريمة ارتكبها القضاء نفسه، وأنا لا أقول القضاء العراقي عيب، لأنه هذا القضاء زيداني وقضاء المحمودي، هذا القضاء اللي يغش الرأي العام بقرار غير منتج، والمفروض إذا كانوا هم شجعان وعادلين وينفذون دستور القانون كان الادعاء العام هو اللي تولى الشكوى وهو اللي أعلن إصدار القرار. ثم إذا صدر القرار بالحكم، من ينفذ القرار؟ يعني أولا الرئيس الأمريكي وكل القيادات الحكومية هي مستثناة بموجب قوانين دولية، والمفروض كل قاضي وكل طالب بالحقوق بالصف الأول يعرف من هم المستثنين من القوانين الجنائية الوطنية. يعني كيف قاضي بدرجة صنف رابع أو ثالث يصدر شيء قرار؟ الأمر الآخر متعلق بالقضاء لو تسمح لي. تفضل. يعني إحنا سمعنا من القضاء زيداني حتى في الدقة العشائرية القضاة والمحاكم يعلنون بأنها بأوامر من زيدان، كيف إذا كان قرار من محكمة جنائية بخصوص رئيس أعظم دولة عالمية؟ يعني وهذا جبن من القيادة القضائية. نعم سيد كامل، مسخرين بها مجموعة من القضاة حتى ينفذون أجنداتهم. يعني نعم سيد كامل، دعنا نتوسع أكثر في الجانب القانوني، يعني وبحسب ما يتوفر لديك من معلومات، هل ينص قانون الإجراءات الجنائية في العراق، هل ينص على اختصاص المحاكم الولائية بالنظر في هذه الادعاءات؟ بمعنى آخر مثلا، يعني هل ترى سندا قانونيا لمذكرة الاعتقال الصادرة بحق ترامب؟ لا، ليست لها سند قانوني. بالقواعد العامة معروف أنه كل جرائم تقع في العراق أو تقع على عراقيين حتى خارج العراق من أي كان هي ضمن الولاية للقضاء العراقي، هذه بالقوانين العراقية الجزائية في العراق وخارج العراق وكل الدول العالم تتعامل بها. ولكن لو كان القضاء مهني وشجاع لكان استخدم بالقليل الممثل القانوني للقوات الأمريكية الموجود في بغداد ويتعامل مع كل السلطات، لسألوه عن كيف حدث هذه الحادث القتل، وهم أتحداهم إذا يستطيعوا أن يبعثوا عن الاستخدام مذكرة استخدام استفسار من الممثل القانوني للقوات الأمريكية، مثل ما هم أعلنوا القضاء أعلن بأنه استخدم الممثل القانوني للسفارة الإيرانية وبعض المشتكين. لماذا لم يرسل على الممثل القانوني للقوات الأمريكية وهو موجود في بغداد وفي المنطقة الخضراء ويتعامل يوم؟ ليش؟ لأنه سيفضحهم هذا الممثل القانوني، لأنه القوات الأمريكية من أيام الاحتلال إلى أيام الانسحاب وإلى يومنا هذا اشتكت أمام القضاء العراقي عن التصرفات الإجرامية للمهندس وسليماني ولم يسمعها القضاء. سيد كامل، حتى القائمة الحمراء اللي كانت تحتفظ بهم القوات الأمريكية في بوكا، نعم كلهم شهود وأذناب للمهندس وسليماني وبقية قيادات الحرس الثوري الإيراني. إضافة إلى تساؤلاتك التي تفضلت بها سيد كامل، هناك تساؤل آخر، يعني إذا كان القضاء في العراق بهذه الجسارة لإصدار أمر باعتقال
ترامب وهو رئيس الولايات المتحدة الأمريكية كما تعلم، لماذا لم يتم القبض على قتلة المتظاهرين المعروفين بالاسم والأدلة موجودة بالصوت والصورة أثناء ارتكابهم جرائمهم؟ وهذا اللي دائما نقوله، هنالك جرائم مشهودة معلنة بإقرارات واعترافات، منها حتى قيادات دينية متهمة ومتورطة بالإجرام والسرقة، ومنهم حتى ابن الصدر الذي أعلن صراحة بإقرار علني متلفز بأنه استهدف المتظاهرين شطاء سماها جرة إذن. لماذا يصدر عليه أمر قبض أو حتى استقدام أو استفسار عن هذا الإقرار العلني المتلفز؟ لماذا تذهب على رئيس دولة وتريد أن تغش الرأي العام؟ ولهذا دائما نقول القضاء في العراق، قضاء المحمودي واللي سلمه إلى زيدان، قضاء منحرف وفاسد، ولن تصلح الدولة العراقية إلا بمحاسبة القيادة القضائية في العراق وإصلاح المنظومة القضائية حتى نبدأ بالإصلاح. من المؤكد أنك تابعت الأخبار المتحدثة عن وزارة الخزانة الأمريكية وأنها فرضت عقوبات على رئيس هيئة ميليشيا الحشد فالح الفياض. السؤال هنا، هل سيأمر القضاء في العراق بضبط وتسليم الفياض مثلا؟ لا، الأكثر من هذا، أنه الفياض قبل حتى هذه الحادثة المتعلقة بعقوبات وزارة الخزانة، وزارة الخزانة تصدر دائما عقوبات على قيادات بدول أجنبية بعد ما تعجز الدبلوماسية على إقناع القضاء الوطني لمحاسبة مواطنيها اللي يعتدون على مصالح أمريكا في داخل الدولة الوطنية أو خارجها. هذا هو المتبع. ولهذا لو أنت مطلع على المخاطبات بين السفارة الأمريكية والقضاء لشهدت أشكال من المخاطبات التي تخص الفياض وغيره من رموز الإجرام اللي صاروا ضمن قائمة العقوبات الأمريكية. الفياض مطلوب ليس فقط للقضاء الأمريكي وغيره، مطلوب للقضاء الإسباني في قضية المذبحة ضد مجاهدي خلق في كم مجاهدي خلق الإيراني، وأصدر عليه القضاء الإسباني مذكرة قبض هو والقيادات الميدانية العسكرية اللي كانت استهدفت الكم مجاهدي خلق في حينه ومعهم حتى المالكي. وهنالك ملف قضائي أنا مطلع عليه ومسلم إلى القضاء العراقي، والقضاء العراقي القضاء المحمودي اللي هو المحمود نفسه أجاب القضاء الإسباني في حين عبر الخارجية بأنه تمت محاسبة الأشخاص المتورطين بمذبحة كم أشرف في حينه، واللي حد الآن مذكرة القبض من القضاء الإسباني فاعلة ونافذة وممكن يكون القبض عليه في أي فرصة. شكرا. تتعلق بالفياض. رئيس المركز الوطني للبحوث والدراسات كامل الحسني، كنت معنا عبر سكايب من واشنطن، شكرا جزيلا لك.